مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الرمضانية اللي وعدناكم فيها كل يوم. اليوم راح نكون في مطبخ أخت صديقة إنا، مطبخ رمضاني مع نادية. أهلا وسهلا فيك يا نادية. الله يمسيكم بأنوار النبي. نادية اليوم حتطبخ لنا شغلة زاكية. إيش محضرة لنا يا نادية اليوم؟ على حسب طلبك. في ناس بتقولي في حدا بيعلم منسف، في ناس كثير ما بتعرف المنسف، صح دكتور؟ صحيح صحيح. طب شو هو المنسف؟ شو هو الطبخة؟ من وين هاي؟ هي طبخة أصلها بدوي أردني، هي عبارة عن هالراس هذا، يعني اللي هو بطوله من اللبن اللي هو اصله حليب، بشيلوا منه الزبده وبعدين بجمدوه، مش بجمدوه يعني بنشفوه في طريقه مع الملح وبيحفظوا. طبعا هاي من طرق الحفظ القديمه، يعني عرفت علي، بس ضلوا انه التراديشنال ديش للاردن. وطبعا صار في سبستيتيوز كثيره عشان تعرف الغربه والقصص هاي، احيانا الواحد ما بيقدر انه يجيب معه او يتوفر معه في بلاد كثيره، فصار في مثلا مثل هذا جاهز هذا جاهز. بيستعملوه، موجود في كل المحلات العربية. فبس هي، بس احنا اليوم عملت يعني تحضير مسبق، طبعا زي ما انت بتعرف لانه بده وقت كثير سلق اللحمة صح. بالجميد، فحضرتها وسجلت لكم الفيديو، فينا نشوفه بعد شوي الا اذا بدك تحكي شغلة قبل ما بدنا تحكي. نحكي اول شيء عن المنسف. طبعا المنسف للي ما بيعرفه هو من اهم الاكلات اللي موجوده في الاردن وشمال السعوديه وجنوب سوريا. بسوريا بسموه مليحي، بسووه بالبرغل. احنا في الاردن زمان كانوا يسووه بالبرغل لانه الرز دخيل على النظام، على الشعب الاردني والبدو. ما في رز، ما حدا كان بيزرع رز فيها، فكان يسوى بالبرغل زمان. بعدين تعرف صار في استيراد وتصدير وصاروا يجيبوا رز، فدخلت في بداية القرن العشرين، أنا قرأت علينا موضوع الرز وغيروا كتير فيه وسووه بالرز. بس في جنوب سوريا لسه بيسووه بالبرغل القمح. باللبن الجميد هذا يعني طبعا هو مالح كتير لأنه بيحفظوه بالملح، وزي ما حكت نادية هو أحد أهم الطرق حفظ اللبن، خاصة في البادية لما ما كان عندهم ثلاجات، ولا يعني كان بدهم يخترعوا شيء عشان يحفظوا اللبن لفترة طويلة، فكانوا يملحوه. وزي ما حكت الطريقة الأستاذة نادي. طيب بدك إيانا نشوف الآن أول الطرق. أول بدي إشي احكي شغله بس اول، هو تفضل. شو بنعمل؟ انا ما يعني ما عملت هالخطوه، بنكسره وبعدين بنحطه بجاط، كانوا زمان يحطوه بفخاره يمرسوه مرس، عرفت علي؟ هاي الثانيه حتى كلمة اسمها هيك مرس، ثانيه. مرس هاي يمكن في إخواننا ما يفهموها شو يعني مرس. يعني وصفتها، هي عباره عن تدويب قطع الجميد، بنكسر الجميد صغير أوكي. بعدين بنحطه، هي بتكون زي فخاره هيك، نعم فخاره نعم وبصير نحرك فيها بالفخاره فبصير تدوب، طبعا نعم مع شويه ميه دافيه. اول شيء بتنتقع تقريبا ساعتين ثلاثه على هوا عشان يطرى معنا شوي، بعدين بنبلش نعمله بايدينا هيك، او حتى هلا بجاط، يعني المعدلات كتير بيعملوه بالجاط، بيضلوا لبين ما يدوبوا. انا بصراحه نقعته وبعدين حطينا بالشاف على البلندر وخلطناه وبعدين صفيته، وهلا بنشوف الطريقه كيف حطيناه على اللحمه. اذا ما تحطيه بالخلاط انت، بتحطي عليه شوية مي. طبعا بده مي سخنة ولا مي عادية؟ ما فيش لا، فرق. مي دافيه، مي فاتره، مي فاتره. وزمان زمان الحجات كانوا هذا المرس اللي هو هاي الطريقة صح؟ كانوا يتباهوا مين يطلع معاها لبن الجميد أملس، بتكون يعني ست بيت أكثر. ايوه يعني أنا ما بتفرق معي، أنا المهم عم بطبخ لكم، لا يطلع أملس ولا شيء، بيطلع طيب. طبعا يا جماعة رمضان مبارك، احنا بدناش نشهيكم، بس الله ربنا أكلة يخليك. المنسف في الأردن تعتبر من الأكلات الأساسية، يعني تؤكل في الأفراح والأتراح وأعياد الميلاد، الجمعات صحيح. يعني من
يعني برمضان تؤكل، مع انه هي بتعطش كتير، بس تعتبر يعني حتى اهل الاردن بقول لك هي القنبله هاي تاكلها خلص بطل في بعديها. بالضبط. من احد طقوس المنسف انها تؤكل باليد، مزبوط. احكي لنا عن هاي العاده. طبعا انا ما بعملها للاسف، ايوه بس انا اللي بعرف انه بحطوا ايدهم اليسار هيك نعم وبيوقفوا مستويين نعم وببلشوا بتاكلوا، عشان هالوقفه هاي عشان تجمع اكثر عدد ممكن من الرجال الرجال بتحكي على صدر المنسف، يعني بيكون في اكثر من صدر موجود، فبيجتمعوا الرجال وببلشوا يسقوا ويشربوا بالجميل ويعملوا كور وياكلوا صحتين وعوافي. ايوه، موضوع الكور هذا مهم، التكوير هذا ولا لا لا. طبعا اذا عندكم اسئله عن اي شيء احنا مش فاهمينه يا جماعه اكتبوه في الكومنتس وبنحاول نجاوبه، لانه في مصطلحات طبيخيه. مصطلحات غريبة. ايوه صعب، زي المرس هاي، يعني يمكن هوانا في المغرب او حتى في الخليج بس يمكن ما هي. شرحتها. شرحتيها صح، ممتاز. طيب الآن أنت حكيتي لي، أنت بعتي لي فيديو عشان نحطه، لأنه هذا فيديو مهم اللي هو المقدمة كيف بيبدأ عملية هذا. خلينا نحط الفيديو هذا ونشوفه مع بعض. ما في صوت كأنه جمال، ما في صوت؟ ما في صوت، مش سامع. طيب بالنسبة خليني أرجع شوي، أنا في عندي أسئلة على الفيديو. أنا اللحمة بنقطعها وسط، هي لحمة خروف. ما بنعمل غير بلحمة خروف؟ لا بصراحة لا، أنا إذا بعرف أشوف ناس بسووه بجاد. ممكن could you share link please على صفحتي، أنا عملت له شير. في شيء غلط يبقى. اوكي هلا مش مشكلة، خلينا نشوف الفيديو. لا ما بيسوي هذاك، ما اسمه ما اللي بيعملوه على جاج دكتور، اسمه اشي تاني، نابلس بيسموه شاكرية، ابدا ما اوكي له دخل بالمنسف، حتى بينعمل باللبن، يعني عرفت علي؟ له طقوس تانية، نو اوكي اوفنس، بس هو الاصل اكيد بس لحمة، خروف. لحمة خروف، لحمة شو اسمه زي ما بقول ببلدنا. في اخونا سامر دخل يعطينا معلومه جيده، بقول لك وضع اليد للخلف هي لانه في اكل المنسف بعرق الانسان. اوكي، فعشان يستطيع يمسح عرقه بالاكل. بس بلاش يمكن، المعلومة يا سامر. مش عارف هي. هلا حط لنا اياها، بقول لك حتى يستطيع، يمكن في منه. خلينا نكمل الفيديو. بنقطعها وسط وبسلقها اول سلقه بالميه بدون ولا اي شيء، وبعدين بكب ميتها، وبعدين بسلقها بميه نظيفه عشان تروح زفرتها كلها. هلا حطيت هون معلقه سمنه بلدي، راح احط عليها بصله كبيره كتير، شايفين هون اللحمه كيف عم تطلع كل زفرتها. هلا بعد دقيقتين بشيل اللحمة من المية، بكب ميتها، بغسل كل قطعة لحمة وبرجعها على الطنجرة مع مي مع اللبن. هلا بحكي لكم كيف. هلا هون بنحط البصل، نخلي السمنة تقدح شوي، بعدين بنحط البصل فوقها. ما بنحمرها، بس بنخليها تصير صفرة للبصلة. هذه بفرجيكم النتيجة اللي بدي إياها. يا عيني، إني أشم رائحة. ما بدي أقول لك عن ريحة، ما بدي أقول لك. هلا هون غسلنا كل قطعة عشان تروح الزفرة اللي فيها، بنرجعها على النار. ما بتحطي مي عليها؟ لا لا، بنحط الجميد، هذا الجميد. اوكي بعدين بحكي لكم شو عملنا فيه.
طب بالنسبة للجميد، خليني أسأل سؤال هون، في ناس بتخلطه بلبن رايب، مظبوط. هل هذه الطريقة صح ولا هلا بتخفف؟ على هو الذوق بصراحة دكتور، لأنه في مثلا في حدا أبدا ما بياكله إذا انخلط بشيء، يعني عرفت علي؟ بس أنا برأيي والله مضطرين نخلطه تنخفف شوية من دسامته، وما بتفرق بالطعم، بس في ناس لا بتقفر كثير، يعني طبعا بهمها هو أنه لانه فاتي، في دهن كثير، ففي ناس يمكن الطعم بكون فيه. لا لا هو ما في دهون ما في. أبدا، هو مشيول منه خيره، هاي مصطلح كمان انه مشيول منه. قبل ما يعملوه دكتور بشيلوا الزبده، كانوا زمان يحطوا بشي من جلد الحيوانات، يعملوها زي هيك القربه، نسيت شو مظبوط. اسمها، لها اسمه اسم، ويقعدوا يخضوا فيه ليطلعوا خيره، وبعدين هاللبن هذا بيعملوه منه الجميد والاشياء. لا اوكي. هو بذاته مش دسم، بس هو السمنه، اللحمه، الغنم اللي نستعملها، هاي هي الدسامه في الموضوع. اوكي، مش من اللبن يعني. لا 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 أبدا مش من اللبن. هلا حطينا الجميد اللي احنا خلطناه على الخلاط، وبعدين حطيت كمان لتر من اللبن. اوكي، وهلا هذا لبن عيران. هذا لبن عيران، بس في بلادنا شنينة بيستعملوا الحامض. اوكي. انا دبلتها بالسمنة البلدية، راح احطها فوقهم، وما راح نحط اي بهارات على اللحمة، ونخليها تقريبا 3 ساعات لتستوي بدون بهارات، بدون ملح. بدون شيء. انا بس بدي احط ورقة غار عشان الزفرة، و3 حبات خل، واللبن ما بيتغطى وهو بسوق اللحمة. طيب ليش ما بتغطى اللبن؟ لأنه ممكن يتخثر اللبن، ممكن يصير يعني يتفاعل مع الغطاء، يعني لما يتغطى بتخثر، بسميه شيء تاني زي بفرط. اوكي، فلازم تضل مفتوح يعني. بكل طبخات اللبن احنا ما بنغطيها على فكرة. اوكي. طبعا ما شاء الله عندنا اعداد المتابعين الان لايف اكثر يمكن على حلقه، حتى احمد بيحكي لك ضروري تحكوا لنا عن المنسف قبل الفطور بشوي. أسف أسف يا ما هي أحمد، اكله الفطور يا احمد، تفضل تفضل. طيب والله تفضل من عيوني. سامر بقول لك معلومه ثانيه، المفروض احكي. وضع راس كامل للخروف، بحطوا راس خروف، هذه حنحكي عنها الان، واخراج لسانه واستعمال البصل لإزالة زنخة اللحمة. هل بتستخدم البصل لإزالة الزنخة؟ سمير، اللي عندك راس خروف تفضل، منين بدي اجيب راس خروف في كندا؟ طب الفوارغ عم تجيبها. سامع يا سامر، سامر سامر ولا سمير؟ سامر. سمير طيب هل بتستخدمي البصل لإزالة الزنخة ولا ما ايوه بتستخدم؟ ايوه هي هاي البصل اللي انا عملتها، قليتها بالسمنه البلدي. انا بصراحه هاي الطريقه اخذتها من الشيف داعد على قناه فتافيت، فوصفه كثير رائعه وتريك كثير يعني انا بخبرتي انه كثير حبيتها، يعني عرفت علي؟ بتشيلها تماما. بتشيل كل الريحة. ايوه كل الزفره، اصلا الزفره ساعه ما سلقناها دكتور انشالت، اوكي. عرفت علي؟ يعني انا اي جارنتي لما تكون اللحمه مرتبه، عرفت وقت عم تشتريها انت، ما يكون مثلا الخروف كبير، بتطلع اللحمه طيبه، يعني بتطلع زي الفستق زي ما بنحكي يعني، اوكي. فما بتحتاج. هلا انت بتغليها على نار هادية عشان ما، ولا نار عادية؟ أولها بتغليها على نار حامية، بعدين بتوطيها، بدها اوكي 3 ساعات بالراحة. ممتاز، عشان تستوي اللحمة يعني. أيوة بتستوي باللبن، بتستوي بالجميد. معناها طبخة اللحمة تقريبا انتهت. أي خلص انتهت. امتى هلا بنحط هون ملح وبهار؟ ما بنحط ملح ولا بهار، قلنا ما بنحط ولا أي شيء. ما فيش شيء. خلص هي بتنزل دسمة اللحمة ولحالها تنكهات. هلا بندوق الملح، اذا بدنا ملح او شيء بنضيف مية هيك بنركزها، يعني بس على النظر ان شاء الله انه ما في ولا شيء. هلا بفرجيكم. هلا بدي بس احط الرز على النار ونعمل شغلة تانية عشان نكسب الوقت. اوكي. سامر بيحكي بقول لك ما قلت راس خروف، راس بصل. لا، في راس خروف فيه هذه. طيب. هيك واضح بس واضح واضح.
طبعا ما حدا يقول لي دايت وما دايت، اللي بده ياكل منسف ما في له دايت. يا عيني على السمنة البلدية. ايوه ابدا ما في له دايت، فيعني ما حدا يتفلسف علي، اصلا انا ضد الدايت. ايه دايت مضر بالصحة. ايوه هلا انت بتحطي سمنة عشان زيت، بس اغلب شيء بستعمل السمنة. ما بين اوكي، بدي احط بس تقدر السمنة شوي، اوكي بحط الرز فوقها. انا غاسل الرز، هو نوع الرز، الرز لازم يكون حبة يعني، مش بسمتي، المفروض يكون رز زي ما بنقول له مصري، او حبة وسط. اوكي فبنغسله وبنحطه هلا، بس بدنا نشمعه شوية بالسمنة، اه عرفت علي؟ يعني تو كفر حبة الرز بالسمنة. اوكي للعلم يا جماعة، راس الجميد أصلا مالح، فعشان هيك يمكن ما احتاجت ملح، لأنه هو أصلا بالأصل هذا الجميد هو مالح. مالح كثير. بقول لك يا بنت، بنت ترم ترمس ترمس عية، بنت بلدي. حتى سمير. هو بقول لك معدلة معدلة وعلى راسي يا بنت بلدي، سلم يسعد عليك. قلبك، يسعد قلبك. بنحط ملح للرز. طيب وانا بحط، طبعا نسيت احكي لكم انه على الجميد حطيت كم من شعره من الزعفران عشان اوكي اللون، اوكي؟ عشان اللون. وعلى الرز بحط كركم اوكي عشان اللون كمان، وبرضه له فايده كثير الكركم يعني. يا الكركم له فوائد كثير، هو انتي اوكسيدنت مشهور، والان ناس كثير عم تستخدمه طبعا. في صار هلا وصفه الدكتور للمناعه، بيقول وكويس للمناعة صح، مع وكويس سكر، للروتين ترى. مع حليب. كويس للرجيم. الكركم طبعا احنا كانوا يستخدموه عشان اللون الاصفر. للعلم يا جماعه، الكركم هو اهم الانجريدينت الموجوده في ايش بسموها، هاي الهنود اللي بيستخدموها، في بهارات بيستخدموها الهنود بالأكلة، بالمسالة. بالاكل. ايه، فهي بتدخل في كل البهارات، هي عبارة عن نبتة. يا الكركم اصلا بيشبه الزنجبيل بس لونه على اورنج هيك، وبيبيعوه فريش يعني، كمان موجود فريش. شكله رضا لك، لك متابعين كتير. منورة يا نادية، حبيبتي يسلم ايديكي، دكتورة منور. فاطمة، يسعد قلبك. دكتورة فاطمة خصوصي عم بتابعنا من السعودية. اهلا وسهلا الدكتورة فاطمة، نورتنا قبل فترة هون في اوتوا. ايوه اكرام بتقول لك يا عيني عليكي، للمصادفة انا طابخة منسف كمان. حبيبتي اكرام، يسعد قلبك، كان المفروض انت تنورينا. وعودة بتحكي لك. مرة ثانية بإذن الله. إن هلا شاء الله. دكتور شمعت حبة الرز، بدي اجيب الطنجرة افرجيكم هون. أوكي. أوكي، يس. واضح. اوكي، اكيد كل الستات معدلات يعني حيعرفوها. طبعا. وبعدين بس احنا بالنسبة للشباب كمان عم نحكي، لأني أنا شايفة الشباب اسم الله هون عم بيطبخوا. هلا بنحط المي السخنة. وريك الكركم مفيد للرجيم عشان نضيع الوزن اللي راح نكسبه من المنسف. من معلقة الكركم. الدكتور مخلص بقول لك انت ملكة الطبخ. مين؟ مو دكتور. دكتور مخلص على راسي، يسعد قلبك. هلا بنخليها طبعا اول ما تغلي غلوة، بعدين بنغطيه وبنحطه على الواطي. اللي هي طبخة رز عادية. اكيد طبخة رز عادية. هلا هون احنا خلصنا تقريبا من من الجميد. ما بعرف احرك اللابتوب بس افرجيكم كيف شكله باللحمة مستوى. يا واضح عيني يا عيني. واضح. اه هلا بس نصفيه ببين ان شاء الله. اعذروني على تقنيات التصوير يعني شو بدنا نسوي، احنا مجبر اخاك لا بطر، هاي الحجر الصحي. ف
ضب هدول ماما. طبعا بسلم عليكي، ليلى بتسلم عليكي حبيبتي لولو، وبتقول لك يسلموا ندوش. حبيبتي دانا، دانا مياس، اهلا وسهلا فيكي، الله يعطيك العافيه، يسعد قلبك يسعدك. عمر بقول لك مع الدجاج اسمه لبن معقود. اوكي، كل واحد وخلفيته نعم. الدكتور مخلص بقول لك الاكل نفس اولا واخيرا، عشان هيك احنا يعني مستضيفين ناديه، يعني ما في، ما شاء الله عليها، يسعد قلبك، جوعتينا، حرام عليك صايمين. هذا للفطور، للفطور يا عمر، للفطور ان شاء الله. طب هلا شو بتسوي انت في الباك جراوند؟ هلا بدنا نعمل حلو، اوكي، تكون على صحن حلو، الكل بطلبه مني بصراحه بعد ما يذوقه، شيء كثير سهل وخفيف، بس انا بستنى الرز ليغلي لاوطيه واغطي. دكتور ممتاز، خلص هلا غلي، بس بدي اوطيه. بس بده شوية مي، معلش سامحوني. طبعا عمر، عمر تفضل، ألف صحة وعافية، بأي وقت بدك صحن نادي، عمرها ما كسفت حدا يعني. أكيد بيت عامر دائما. أهلا وسهلا. هلا فلبت ماما. هلا هون أنا محضرت لكم، سامع الصوت هيك؟ نعم سامعينك. أوكي هيك واضح؟ صح تمام. هلا انا برفعهم مش مشكله. هلا هون انا محضر عشان نعمل طبق كثير صار ترند في الخليج، اللي هو اسمه الخشخاش. الخشخاش، الخشخاش عم بسموه خشخاش بس مشان هاي القرشه اللي بتطلع لنا من الشعريه الباكستانيه. الشعريه الباكستانيه اذا مش معروف كثير عند الكل، هاي هي بتنباع كمان بكل المحلات الأفغانية، الهنود، العربية بتلاقوها على طول. واضحة؟ أوكي عرفناها. أوكي تمام. بتسوى فيها كتير حلويات على فكرة، غير هيك يعني كتير بتسوى فيها. فهي عبارة عن، أنا ضفت لها إضافة عبارة عن زبدة اللوتس، اللي هو بيجيبوه من بسكوت اللوتس، بنعمل يعني جاهز. فبنعمل بإمارات بين وبينباع، فبتر كثير صرنا نلاقيهم. ما هو المشكلة هون ما بضل الإشي على طول، يعني أحيانا بيجوا بيروح. فهي هي زبدة اللوتس. أوكي، هدول فينا نستغني عنهم. هذا هذا بالأماكن العربية ولا بكل مكان بتلاقي زبدة والله اللوتس؟ والله دكتور ما إله ترم، يعني مرة نزلوا في كوسكو ورجعوا بطلوا، يعني عرفت علي؟ بس أغلب الأماكن العربية ومش بكل المحلات. نعم عرفت علي. بس برضو هاي الإضافة، هاي بالذات ليش بلشت فيها، إنها فيك تنشال يعني، وبتصير اسمها خشخاش برضو، عرفت علي؟ بس هاي خشخاش باللوتس. أوكي، ففيك تحط أي نكهة تانية كمان، فيك تستغني عنها تماما. الويبينج كريم ماما، طولي ليها بليز، نسيت أطوله لأنه لازم يضله بالبراد. خولة بتسلم عليكي، بتقول لك أهلا وسهلا فيكي حبيبتي خولة، يسعد قلبك. شكلك اليوم شكلها راح تيجي عندك عزومه، كل الصبايا بقول لك يلا نروح عند ناديه. يا ريت، صار لي شهرين ما شفتهم، قلت لك استفتيتك اشوفهم، استفتيتك، صار لي شهرين ما عم بشوفهم حبيباتي. بشرنا نعمل، يلا الحمد لله على كل حال، الله يرفع البلاء وان شاء الله ايام فضيله امين. لازم واجب يعني. هذا الكريم اللي هو عباره عن 35% دسم، ايوه، او 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 للي في بلادنا يعني، وما بدنا نستعمله وبين دي كريم. في كمان الكريم الشانتيل، الكريم البودره، ظروفة الدريم ويب، فينا نستعملها، بنحط شويه حليب وبنخفقها. هلا بدنا نحط هذا. المقادير دكتور طلع لنا اياها بعد شوي لو سمحت. ايش هي المقادير؟ اوكي، طلع لنا اياها بعد شوي. يب تمام. هلا هون حطينا الويبينج كريم، وبحط معاه كمان كوندنس ميل. كله دكتور هذا على هوا الطعم، يعني شو بتحبها، حلو حلوها خفيف، فهي على النظر. بس انا حاولت قد ما فيي احط لكم الوصف يعني يكون صح. اوكي خلصنا، حطينا هيك. هلا بدنا نحط عليه كريم كراميل، ظرفين كريم كراميل. اوكي
موجود وين ما كان طبعا. قلت لك دائما بيجيني تليفونات. وبدنا نضيف علبتين قشطه، القشطه العاديه الصغيره، العنب الصغير. معي دكتور؟ معك معك، سامعينك. اه جماعه بطلت اسمع. الو، اعتقد لانه اجاكي مكالمه، سامعاني؟ مش سامعينك، راح الصوت. ارجعي ادخلي على التلفون الله يعينك. احنا طبعا يا جماعه التكنولوجيا هاي تكنولوجيا الحظر، فشو بدنا نسوي؟ الله بعين الجميع. من الجمهور بيحكوا ليلى بتحكي انا بسلم عليها وبقدر اجي وشوف ضحكتها، الله يحفظ الجميع. اسف دكتور، منيح هيك سامعني؟ ممتاز ممتاز، سامعينك. اه اوكي ممتاز. طيب هلا حطينا هلا القشطه، حطينا الكوندنس ميلك، الحليب المكثف، والكريمه الفريش او البودره وات ايفر يو وونت، وحطينا الكريم كراميل. هلا بدنا نخفقهم. هلا يمكن الصوت شوية يزعج. بهذا الوقت حط المقادير انا. اوكي تمام. هاي المقادير يا جماعة، الكريمة، كريمة سائلة 500 مل، قشطة 2 علبة، حليب مكثف نص علبة، كريم كراميل باكيتين، وفانيلا تي سبون، 1 تي سبون. الهدايك بدها بسكوت، الطبقات بدها بسكوت لوتوس، بسكوت ماري، شعرية باكستانية، وكريمة لوتوس. اوكي اذا بدكم اكبر لكم اياها هيك احسن يمكن. اوكي طيب، هلا الكريم ميكستشر هذا هم حطاها بالانجليزي، يا عيني عليها. شوف بالانجليزي وبالعربي حطها لكم اياهم عشان ما تتحججوا، يعني سوان ما تعملوا لازلامكم. ها كله موجود عندكم بالانجليزي وبالعربي، اللي بتعرف تقرا عربي هاي الانجليزي كمان. انت عم تخلطي هلا صح؟ انا مش سامعه. اوكي على راحتك، عم تخلطي عندك الخلاط. شوي دكتور شايف هي بالخلاط. اوكي خليني اورجي الناس بس. بس ليجمد. اوكي ممتاز ممتاز. فينا نشوف مسجات؟ يس يس طبعا، ما شاء الله. انا مش ملحق اقرا المسجات، بقول لك خساره، المشاهدين ما بيقدروا يجربوا الخشخاش من ايدين ناديه لانه ولا اطيب. يا عيني دانا بتقول لك احلى حلو والله، باكلوا الخشخاش من عند ناديه، اصلا ما اكلت الا من عندها. جوعتينا يا نادية. وأنا بسلم عليها، قلها ليلى بتسلم عليك وتشوف ضحكتك، يا عيني علي. خولة من ميساساكا بتقول لك أنا معاي تصريح خلو كورونا، رح أجي. أنا حكيت لك تعال يومين عندي، يا ميت أهلا وسهلا بعيوني. شوفي يا خولة، عندك بيت أخوك وهي بيت أختك، صار في اوتوا. طيب عندك عوده بتحكي انا اقرب وحده بقدر اجي اتذوق. لا 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 عوده، احنا رح اكيد لك هلا احلى صحن عود. بدنا نشوف اوبر يوصل لنا. محمد عيسى بقول لك يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم محمد، حياك. طبعا ابو حميد، طبعا الصبايا ملتمه يعني هاي. هلا محمد بيحكي لك لو سهرت نقاشات كتب وقصص ما بنلاقي ولا ست. لا 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 هم موجودين في كل مكان، تخافش محمد، حتى الكورونا مش قادر عليهم عادي يعني. هلا هيك دكتور،
ايوه تورجينا اللي بدك اياه. هيك واضح؟ اوكي. صار قوامها. اوكي صارت زي الكريمه يعني. هلا بتبين وقت عم تنزلها هلا. هي كريمه. اوكي. هي عباره عن كريمه. اوكي. واضح هلا. هلا بنجيب الجات. انا طبعا بحب اخلط البسكوت التنين، مع انه اللوتس شوي دسم يعني، ومش عشان دايت لا، بس هو دسم كثير ثقيل على المعده. بس ثواني جمان، نطفي الكاميرا ماما، شايف كاميرا ايش يعني. مصطفى العزاوي بيسلم عليكي. يسعد قلبك، سعد مساك مصطفى. وبقول لك اذا بطلع يوم الجمعه الي طبخه منسف. اهلا وسهلا بس يسمحونا بالتجمع. اسال دكتور جمال. اهلا وسهلا فيك، وشرفنا بحلقه، وبنتمنى انه يطلع معنا الجمعه اذا بيقدر على المقهى يسمعنا الصوت الحلو. انا فكرت يجي على اوتاوا. اهلا وسهلا فيك، بيشرفنا طبعا، بيشرفنا مصطفى حبيبه غالي. مصطفى صديق عزيز، كان بمونتريال وما شفناه، هلا بتورنتو. الله يوفقه يا رب. الله يوفقه. آمين. الله يوفق الجميع إن شاء الله. هلا حطينا هيك شوية من البسكور. نعم. ما ننسى اللوتس. اللوتس شوية سخنتها بالمايكروويف مشان أقدر أنزلها بسهولة، لأن هي بتيجي شوية جامدة. هلا هون معلش اسمحوا لي، رح أنزل مش كله نزلتيه. لا 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 لا، طبقات دكتور. أوكي. طبقات. اوكي هلا بنحط كمان شويه لوتس. واضح هيك انا يعني حطيتها عندن دكتور؟ واضح الصحن؟ واضح الصحن، مش شايفينه بس شايفين شو اللي بتحطيه هنا. واضح عشان يبين الصحن. هيك احسن عشان يبين اللايرز. هلا بنحط كمان، هي بترجع دكتور، هي مش كيكه، هاي ازواق، عرفت علي؟ اوكي. الاشياء البارده زي هيك تعتمد على الذوق وشو الواحد بحب اكثر من شيء يعني. واو. طبعا هذا البسكوت برضه له طعم زاكي يعني، هو طبعا. وكمان لما ياخذ، هي الحلاوه فيها هاي ما تتاكل هلا طبعا، عشان ما ننسى الشعيريه لاني بنساها، فلازم نحطها بين كل طبقه وطبقه. اوكي. ونحط هلا كمان طبقه. فهمت عليك. اوكي. بس الدوق بتفهم علي. لا ساعتها بنفهم كويس، هذاك بكون فيها. وهلا بنرجع بنحط كمان بسكوت. اي هذا يعني هو ما بدك شعرية بسكوت كله. طبعا انا من هذا المنبر بذكركم انه نادية بدها تطلع برضه في حلقات مع سيدات من يعني يطبخوا طبخات شعبية خاصة فيهم. اليوم هي طبخات من المنسف الأردني، لكن اذا في حدا حابب يطبخ طبخة من بلده، مسخن، كسكس، حريرة، مش عارف ايش اللي بده، يتواصل معي، مع نادية، مع محمد تميمي، وأكيد بننسق للقاء، لأنه بدنا نطلع ونعلم الناس الطبخات العربية الجميلة هاي، خاصة الطبخات الرمضانية. بس أنا كمان مفكرة دكتور إنه أعمل طبخة إسبانية وطيب يعني. كتير برضو يعني بناء على طلب الجماهير بحبوها كتير صاحباتي، فيعني كمان بننسق لها يعني إنه ممكن نطلع شوي عن المألوف. ممكن طبعا، كله مفتوح ما دام في اكل ما عندناش مشكله. طيب هلا نرجع شوي. هلا هون نرجع هلا اخر كاتشب.
هذه الشعيرية اللي حكت عنها اللي هي الشعيرية الباكستانية. ايوه هلا طب للي موجود في بلادنا ما عنده شعيرية باكستانية تنفعنا؟ موجودة في بلادنا. وين ما كان ببلادنا اوكي كان اوكي. هلا بنرجع بنعملها. زي ما حكينا اللي ما بيلاقي اللوتس مش ضروري، يعني هو مش انجريدينت هو المهم والاساسي ابدا، هو اضافه. هلا ممكن تحطي مثلا نوتيلا ولا بيطلع شيء ثاني؟ ما بعرف، يعني انا بصراحه جربت زي هاي كمان زبده اللوتس، في زبده الفستق الحلبي كمان فيها جربتها فيها، بس النوتيلا بصراحه ما بعرف، يعني ما حسيت ممكن اعملها ما بعرف. اوكي هلا هيك جاهزه بتصح؟ خلاص هيك جهزت. هيك جهزت. هاي سريعة والله، كويسة هاي. كثير سريعة، وما حدا يقول لي دسمة وما دسمة ومن هاي القصص تاعتنا. ياكل واحد معلقة. مظبوط. بس. هلا هذا اللي رشيتيه آخر شيء بسكوت ولا؟ لا هو الشعرية بس. الشعرية. أوكي يس. المنظر. هلا هون بس بدنا نضبطب شوي عشان نجيب المنسف. نسكبه. يا شباب اليوم الكوليسترول راح يصير 1500. اجى صدر المنسف. طبعا صدر صغير يعني دودر. طبعا اللي ما بيعرف المنسف ما بتقدم بصحون، عادة بيجي بالصدر، هذا الصدر لازم ينحط. احط لكم هلا صور انا، اوكي خلينا بس اذا بتنزلي الصورة شوية على الصدر عشان الناس تشوفوا انت بتسوي. ايوه هيك ممتاز. طيب هلا نفرد هذا خبز الشراك كمان اساسي. نادية في ناس بيقولوا لك يلا الصحن بخمسة دولار. يا علي صح، انا باخذ صدقه واللي بده يا ميت اهلا وسهلا احسن. خمسة دولار دكتور يا ميت اهلا وسهلا بالله. انبوكس انبوكس. شايفين الكرم. طيب بقولوا لك من وين الخبز الاشتراك هذا بتجيبيه؟ من كل المحلات العربية، أنا بحبه حتى مع السندويشات دكتور، يعني أوكي. موجود everywhere في المحلات العربية. تسمحوا لي إنه هلا بحكي لكم شغلة، طبعا هو لازم يتهرب. بسم الله. هلا هيك واضح؟ واضح واضح، شايفين. ممتاز. ممتاز بس احط الكل صار يسأل عن العنوان يا حط لهم عنواني شير لوكيشن دكتور شير لوكيشن في كمان تصوري خلاص حنفتح مطعم ونضارب على المطاعم العربية. شايف دكتور الرز؟ نعم اوكي رز عادي يعني ما عليه كثير شغل. رز عادي. اصفر. هلا هون بدنا نحط طبعا انا عشان هو ما في بهارات في المرأة بس عشان ما ينزل من البصل. اوكي. بدنا نشرب الخبز. ايوه هاي مهمة، هاي التسريبة او التسقاية بسموها صح؟ بتشرب ال ايوه. عشان ياخذ كل النكهة. يس. طبعا انا ما بدي اشربه زياده مشان وقت الافطار، طبعا حنرجع عشان ما يتشتش يعني. يس اوكي فهيك انف. هلا بنزيحه وبنحط الرز. طبعا انا نسيت انه اعمل الصنوبة، معلش تحملني. يلا خير ان شاء الله. طبعا هذا الخبز بنحط دائما تحت الشراك عشان تحت المنسف عفوا عشان يمسك الصدر ويصير له منظر، وبعدين عادة بغطوه بس بخبز كمان عشان يضل سخن، فهذا هو الهدف. طبعا في ناس بتاكل هذا الخبز زاكي بيطلع كثير. هلا بوزع الرز صح؟ طبعا الصلابر على النار ذكروني فيه. اوكي بلاش ينحرق ان شاء الله. لا شوفوا يا جماعه الطباخين اللي بطبخوا لكم بطبخوا بتصوير، يعني بمنتجوا بشيلوا بقصصوا، احنا معطينكم الموضوع لايف، يعني
يعني ما في زي هيك، هذه أمانة وصدق، يعني أي غلطة عادي، انحرق من انحرق إيش عادي يعني. لا إن شاء الله، إن شاء الله ما بنحرق إشي إن شاء الله. والله من نفس طيبة وانت عارف الحمد لله. والله أنا شم الريحة من هون يا ندوش. الله إن شاء الله بتدوقها. إن شاء الله رب العالمين. اروح للسنوبر شوي. الشباب بقول لك شرب شرب، طبعا هذه معروفه، شرب شرب الشباب. هلا بدنا نقول اللحمه. ايوه طبعا انا ابني ادم بموت على المنسف، يعني المنسف يعتبر اكلته الرسميه، انا الملوخيه هو انه ما اخذ من عوايدنا كثير بالاكل. سبحان الله. سبحان الله على ابوه. لا طلعوا يا جماعه، طلعوا ما شاء الله اللحمه مبين عليها، طلعوا كيف تنزل. ها مستويه الحمد لله. مش زمان للاسهال كنا بنسلق اللحمه بسلق يعني. والله بتفرق يا دكتور، بتفرق جدا بالضغط. لا هلا بتفرق جدا انك تسلقها بالضغط او تسلقها باللبن لحاله، هيك الطريقه تاعت اليوم طعمه اخرى. طبعا مبين عليها. يا عيني يا عيني. طبعا من الأصول كمان أسفل أصحاب القلوب الضعيفة. هاي الطشة نسمعها. والله لأم كلثوم سمعتها لكان زعلت. سمعين الطشة هاي. عيني يا عيني، اللوز والسنوبر. أنا برأيي دائما هي العين اللي بتاكل، العين صح. هي اللي بتاكل، فيعني كثير لازم. طبعا هذا موضوع، هذا بقدونس صح اخر شيء؟ بقدونس. هذا للتزيين، للتزيين. نعم. في ناس بحبوا بدون بقدونس عشان طعم البقدونس، في ناس بحبوا مع البقدونس. وهاي طبخة المنسف يا جماعة. اللي ما اكل منسف معناها ما، يا عيني يا عيني يا عيني. والله والله بدها. طلعوا طلعوا يا جماعة. يلا سكرين شوت. يسلموا ايديكي، يعني اشي مبين عليه بشهي ورائع. ريحة ريحة غير شكل. حط اللاب. بقول لك هاي البقدونس زيادة فلسطينية، يمكن الفلسطينية زودوا عليها. فعلا انا سمعتها من البدو انه ما باكلوها ببقدونس، البدو ما مش الاكل، هي ما بتعطي نكهه، هي بس بتعطي منظر، لانه عن جد كله بكون لونه اصفر برايي. هلا في الخضار بيعطيه روح. هي بعطيه يا شيء زي انه طيب انا بدي اعمل شير لشغلات هيك شفتها عن المنسف، قد تكون جميله هيك. بس اعمل شير للسكرين. سوري. طبعا هذا واحد رايح يخطب وماخذ معاه منسف محل الـ 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 الخاتم. هذا يعني كيف الأردنيين بخطبوا يا جماعة. هذا جوردانيان سوشي، الصينيين عملوا من المنسف سوشي. عشان الصينيين ما تركوناش بحالنا يا دكتور، حتى هذا قال له سوشي. شايف كيف؟ عملوا له سوشي. طبعا انا جبت صور، هذا منسف شيبس، شيبس عاملينه بالجميد. صراحة ما عمري شفته، بس هذه اللي لقيتها. يمكن يكون في منه، في منه فكرك في الأردن؟ ما شفته بصراحة. أنا ما بعرف إذا موجود، هل هو نكتة ولا لا، بس طبعا السعادة تأتي على هيئة، بقول لك هيئة صدر منسف، يعني فعلا بالنسبة لنا إحنا المنسف سعادة، يعني هيك في البيت بلم البيت والكل بوكل منه. طبعا هون بدي أورجيكم صورة لهذا منسف، طبعا لا يقارن باللي شفناه هلا. وهاي صورة ثانية.
طبعا هذا الجميد اللي جنبه اللي انتم شايفينه هذا، هذا هو التسقاية اللي هو صحيح. اللبن. فالناس شو بتصير تسوي؟ بتصير تاخذ اللبن هذا وتحطه على الرز عشان يصير لزج هيك، عشان ايوه هي عم بتورجيكم اياه نادي. هلا بدنا نجيب ال بسم الله. ده هي والله بدها رجال يحملوا هالاشياء. هاي إكرام بتقول لك بالأردن منسف الفرح والعرس بحطوا عليه بقدونس، أما منسف لا سمح الله الأتراح والحزن لا يضاف، الحزن لا يضاف إليه بقدونس. هذا ما قالته لي جدتي، يمكن صحيح يعني الله أعلم. ف بتعرفوا هذه الأكل دائما بتغير. وطبعا بقول لك هذا فوتوشوب، قلت له لا فيش فوتوشوب هون كله جد طايب. لا بمزح وبمزح، بقول لك في فوتوشوب. يمكن قصده على شو اسمه، على الشيبس يمكن. دكتور هاي الجميد، بس لو تنزلي الكاميرا شوي بدي غلبك. مام بليز ماما. ايوه ها هيك صارت طبق كامل يعني. شرب شرب. هلا باخذوا مغرفه وبشربوا الرز. صحيح طبعا. في اسئله بقول لك هل يقدم المنسف بالاتراح والاحزان فقط ام بالاعراس؟ في كل مناسبه بلا استثناء يقدم المنسف في الاردن، في كل مناسبه بلا استثناء كل يعني. كل جمعه، كل جمعه كمان، كل يوم جمعه. ما تساله. صحيح صحيح. اذا واحد يعزم حدا برمضان كله المنسف، يعني المنسف هذا نمبر 1. طيب احنا ندوش، شو بدك تحكي لجمهورك؟ يعني ما شاء الله اكثر عدد لايكات بنشوفه لحد هلا. في شو بدك تحكي لجمهورك؟ الو صوتك راح. اعتقد اجاها مكالمه. ايوه في ناس بقول لك البقدونس بيكسر الملوحة تاعت المنسف. ممكن في الأطراح، شوفوا كيف يعني في الأطراح بيكون الرز أبيض، يعني هذا برضو إلها إن الرز يكون شلونه. أيوة يا نادية إحنا معك، سمعانا؟ أوكي أنا هحكي معك مكالمة. أعتقد لأنه عم بيجيني أنا مسجات كمان على التلفون. لا بدك تعملي ريستارت للجهاز. خليني أحكي مع نادي أقول لها، لأنه إحنا نادي عم بيجيني طبعا مسجات كثير انا عم بيسالوا. خلينا نشوف هلا نجرب. سامعاني؟ لا لانه اعتقد جاها مكالمه. هذه مشكله النوب، ما في صوت. طيب في أسئلة دكتور اسألها، شو الجميد اللي استخدمته؟ استخدمت جميد كركي. تقدري تعملي ريستارت؟ لا هي مش الحال صح؟ لا مش ماشي. سامعني؟ سامعك. طيب بس خلص هيك كويس، صوتك كويس من هون. بيسألوكي شو الجميد اللي استخدمتيه؟ جميد كركي يعني هذا لا يعلى عليه. طيب في طبعا نادية بقول لك ثلاث كاميرات. طبعا نادية يعني لازم نجيب الطبق من كل الزوايا. قلت لك مشكلتي، تعرف مشكلتي بيرفكشن، مش عاجبني. لازم هلا اذا دخلنا في الموضوع نجيب اجهزه ثانيه.
لا ما شاء الله عليك، يعني صراحة نادية شو بدي أقول لك، يعني أبدعت اليوم، كان حضورك خفيف علينا وجميل جدا، أعطيتينا بكل بساطة معلومات عن المنسف، كيف ينطبخ، أكلة الخشخاش لأول مرة بسمع فيها، شو بتحبي تحكي لجمهورك؟ بحب احكي لهم اي حدا بده اي سؤال، يعني على معرفتي المتواضعة من قلبي نقدر. لا قطع الخط، قطع الصوت. على معرفتي المتواضعة اي حدا بده سؤال هي مشكلة. والشغلة الثانية انه يا ريت اذا حابين اكل معينة كمان يبعتوا لنا عشان نعرف شو نعمل وبس. وأنا بدي أذكر برضو إنه بدي أذكر برضو إنه بتدعي أنت السيدات من دول تانية إنهم ينضموا إليك في برنامجك، اللي بحب يبين لنا طبخة سواء من بلاد الشام، من العراق، من الخليج العربي، من مصر والسودان، من المغرب العربي، بنرحب فيهم، من القرن الإفريقي، من الصومال وجيبوتي، أي طبخة وخاصة الطبخات الرمضانية، بالعكس الجمهور حيكون يا ريت مبسوط. هتكون نادية معك وهي المقدمة، أنا اليوم هيك أنا اللي استضفتها لأنه هي كانت بدها تطبخ ففيش مجال عندها. يعطيك العافية ندوش، الله يسلموا إيديك. يسعدك. وأنا بشكر جميع الجمهور اللي كان معنا، بذكركم إنه على 7:30 إن شاء الله حنطلع لايف لأذان المغرب من مدينة أوتوا، حيكون قرآن، بعدين ابتهالات دينية، بعدين حنضرب مدفع رمضان، وراح يكون معنا الأذان ودعاء بعديه، والساعة 10 راح يكون معنا لقاء متميز اليوم مع الفنانة نسرين، بتغني تراث فلسطيني أردني، راح تكون معنا إن شاء الله تحكي لنا عن غناء التراث، وخاصة في الغربة والبلاد المهجر. ف لا لا لا، احنا بدنا نفرح، بدنا شغلات تفرحنا، طبعا هاي بتربطنا في بلادنا، احنا اللي في الغربة دائما، المنسف بربطنا في بلادنا ان شاء الله ان شاء الله كل ايامنا ضحكة وفرح، وان شاء الله نضلنا على بعض مع بعض، زي ما حكينا اذا بدكم تطبخوا اي طبخه مع ناديه احكوا لها، اذا بدكم تكونوا مع ناديه ضيف اهلا وسهلا فيكم، وسلام، ونراكم قريبا بعد نصف ساعه ان شاء يسعد الله. مساكم وافطار هنيئا ان شاء الله ويتقبل الطاعات من الجميع. امين امين، سلام. الله معك.